حلقتي في المطبخ. إذا فقرة المطبخ في حلقة اليوم معنا فيها صديقة البرنامج الأخت شريفة. ألو شريفة. أهلا السلام عليكم أختي حجبوها. أهلا وسهلا، لبس عليك. لبس الحمد لله، كيف أنت؟ مزيان بخير الحمد لله، بارك الله فيك. أختي تحية لك والأخت تفرح وجميع طاقم إذاعة العيون. شكرا لك الأخت شريفة على التحية، وجميع صديقاتي وكل اللي كيعرف شريفة، وكل معجب صفحتي شريفة كويزين. شريفة كويزين، نعم. يلا يلا شريفة، شنو غتقدمي للمستمعات اليوم؟ نبدأ إن شاء الله الحوت في الفران. نحتاجو الحوت يكون وزن 2 كيلو، قدر يكون واحدة ولا جوج، المهم الوزن ديالو 2 كيلو مجموع. 3 معالق كبيرة القزبر ومعدنوس، 2 معالق كبيرة الزعتر، الزعتر 9 فصوص الثوم، عصير ليمونة حامضة، عصير حامضة، 2 معالق كبار الخل، الخل ملح، الملح، إبزار، معلقة كبيرة الكيمون، كامون، كامون أيه، ومعلقة كبيرة فلفل حمر، هي تحميرة، تحميرة أيه، وكاس ونص زيت الزيتون، كاس ونص كاس هذاك العنبة، وفلفل حار حسب الذوق اللي كيعجبو، اللي كيعجبوش ما يديروش. أيه نبداو بالطريقة. أيه تفضلي. نعملو كنجيبو الحوتة وكنقطعو فيها فتحات، شي فتحات هذا في الظهر شريحة، نشرحوها من بعد ندهنوها بالملح والزعتر مطحون، والزعتر مطحون وإبزار. أيه كندهنوها من داخل ومن برا، وكنعملوها على جنب، كنخليوها على جنب. أيه كنجيبو خلاط كهربائي كنعملو فيه كاس زيت الزيتون والمعدنوس والقزبر الزعتر الثوم عصير ليمون الخل ملح إبزار الكيمون وفلفل أحمر برا والحر. أيه المهم ملي كنطحنوا هادشي هذا ديك الشرموله كنطحنوها، كندهنوا بها النص، كندهنوا به ديك الحوت والنص الاخر كنخليوه على جنب. اييه ديك الساعه كنجيبوا ديك الحوت كنعملوه في الصينيه اللي غتدخل الفران، طاول الفران، وكنزيدوا عليه نص الكاس الزيت، غير نص الكاس داك الخلاط الكهربائي درنا فيه الكاس، وداك النص نديروه في ايوه وندخلوها الفران يكون سخون حتى كطيب. من نخرجوها من الفران كنخويو عليها ديك شويه الشرموله اللي بقات لنا، وشويه كنقدموها مع الحوت. هذيك الشرموله ممكن نغمسوا فيها هكاك، نعملوها على شرموله على نخويوها على الحوت وشويه نعملوه نقدموه مع شي كيسه بلا هذه بلا ما كطيبش. شكون ما كطيبش هذا الشرموله؟ لا ما كطيبش هذه. لا ايه وخاني نعاودوا هذه الحوت هي الاولى، عاد نمشوا للوصفات الاخرين. بالنسبه للوصفه عندنا الحوت، هذا الحوت في الفران، غادي ناخذوا حوت ديال 2 كيلو اولا 2 حوتات، المهم يكون عندنا 2 كيلو ديال الحوت، 3 المعالق ديال القزبر معدنوس مقطعين، 2 معالق ديال الزعتر، 9 الفصوصه ديال الثوم، عصير حامضه، 2 معالق كبار ديال الخل، شويه ديال الملح، الابزار، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، كاس ونص ديال الزيت الزيتون، احسن يكون كاس ديال العنبه باش نعبروا، فلفله حاره بالنسبه للناس اللي كتبغي الحار، اللي كيعجبها الحار. غادي ناخذوا الحوته نديروا لها فتحات من الفوق ديالها، نديروا فيها الملحه والزعتر مطحون والابزار، ونخليوها جانبا، ندخلوا فيها هذا من الداخل ومن برا.
غادي نجيبوا الخلاط الكهربائي نديروا فيه داك كاس ديال زيت الزيتون ونديروا مع المعدنوس والقزبور والثومه عصير الليمون والخل والملحه والتحميره والابزار والكمون ونخلطوا مزيان نطربوه مزيان ناخذوا النص ديال هذيك الشرموله عاود نديروه على الحوته وندخلوها للفران. ملي طيب غادي نخرجوها داك اللي بقى لنا ديال الشر نزيدوا نفقوا منها ثاني شويه ديال الشرموله والباقي ديال الشرموله نديروه في شي زليفات ولا شي حاجه ونحطوه حدا الحوته. تبارك الله عليك يا يلا شنو هي الوصفه الثانيه؟ تحليه بالاناناس وطعم الليمون. اناناس اييه. كنحتاجوا 20 قطعه من بسكوي مطحون. اي بسكوي. اي بسكوي اييه. 6 دوائر الاناناس مقطعه مربعات. الاناناس معلب. اي معلب. 4 معالق كبار سكر. سكر. 4 معالق كبار الكوكو. الكوك يكون محمص. كوك محمص. نعم. أيه. 2 معالق كبار 4 معالق كبار هذم المبشور كوك غنعملوه مع مع التحلية وجوج آخرين غنخليهم على جنب للتزيين. أيه. 8 معالق كبار ديال العصير الاناناس. داك الماء ديال داك الماء اللي كيكون مقادير دابا نمشيو لمقادير الكريمه. 350 مليلتر الماء. 350 مليلتر الماء. 150 غرام سكر. 50 غرام زبده. أيه. 50 غرام دنشا. ومبشور جوج ليمونات. ليمون الحامض. الحامض. وأربعة من أصفر البيض. البيض أيه. غير الصفر غنستعملو غير الصفر. أصفر أيه. الطريقة. غنخلطو البسكوي مع الكوك وعصير الأناناس. بسكوي مع الكوك اناناس. البسكوي غيكون مطحون طبعا. اي مطحون. انا نرملوه باليد مزيان ونعملوه في اربعه. هو هذا الشيء اللي هذا كيعطينا اربعه الكؤوس. اربعه الكؤوس ديال غنعملوه في كؤوس تساوي نبسطو بيدنا نوركو عليه باش يدخل. نعم. ايه. ومن بعد نعدلو فوق منه ديك القطع الاناناس اللي قطعنا. نخليو على جنب. ايه. دابا غنمشيو نعملو كريمة. كريمة. كنعملو المقادير الكريمة كاملين الماء والسكر وديك المقادير اللي ذكرت كاملة كنعملوهم مع بعضهم. ايه. كنخلطوهم مزيان ونعملوهم على مهيلة. حتى كنحصلوا على الخليط كريمي. وكنخليوه يبرد شويوش. من بعد كنزيدوا على ديك الخليط البسكوي والاناناس. كنخليوه يبرد في الثلاجة. ومنين نجيو نقدمو كنزينوه بديك الكوكو ديك جوج معالق كبار ديال الكوكو اللي خليناه محمص. ونزينوه بقطع الليمون. حامض. حامض. نعم. واخا غادي نعاودو هاد التحلية كتكون من 20 ناخدو واحد 20 قطعة ديال البسكوي ونطحنوها ونديرو معاها 6 دوائر ديال الاناناس المقطعة ذاك الاناناس المعلب. عندنا 4 المعالق كبار ديال السكر. الاناناس كاع ما بغات تخرج ليا. 4 ديال المعالق كبار ديال الكوكو محمص وعندنا 2 المعالق اخرين ديال الكوكو محمص حتى هو للتزيين. عندنا 8 المعالق كبار ديال عصير الاناناس. من بعد عندنا لك الكريمه كتكون من 350 مللتر ديال الماء 150 غرام ديال السكر 50 غرام ديال الزبده 50 غرام ديال النشا ومبشور ديال الحامض و4 ديال الصفر ديال البيض. نعم. غادي ناخذ داك البسكوي ديالنا نديرو معاه دوك الطرفه ديال الاناناس اللي قطعنا نديروهم في الكؤوس اللي غادي ديال التقديم. هاد المقدار كيعطينا 4 الكيسان تقريبا. نعم.
ملي كنديروا نديروا هذاك اسمو نديروا فوق منه دوك القطع ديال الاناناس ونخليوه جانبا ونصوبوا لا كريم. كريمه كناخذوا داك نخلطوا داك الماء مع السكر مع البيض مع الزبده والنشا ومبشور ديال الحامض، نطربوه مزيان نديروهم على نار مهيله حتى كتكون عندنا الكريمه، ونصبوها من فوق من داك فوق الكؤوس اللي اسمو، من بعد نزينوهم بداك الكوكو اللي عندنا محمص وندخلوه من الثلاجه. لا كندخلوه الثلاجه عاد كنزينوه. ملي ندخلوه الثلاجه ملي بغيو نديروا التقديم عاد نديروا عليه داك الكوكو ديال تبارك الله عليك. بارك الله عليك. اذا شنو هي الوصفه الاخرى اللي قلتي غادي لك ماشي مكوناتها كثار؟ نعم. شنو هي الوصفه الثانيه ما عندهاش مكونات كثار؟ لا ماشي بزاف. لا هذه يلا تفضلي. هذا بشكيتو تطواني، هذا الكيك، هذا بشكيتو احنا ضروري عندنا في الاعراس سواء في تطوان او شي شاون ضروري كنقدموا في الاعراس في الافراح. الافراح ديالكم يلا. نقدموا زلافه من البيض تقريبا 6 البيضات، 6 من البيض، 6 بيضات كاملات. زلافه حيت المقدار غنعبروا بزلافه. اي زلافه نعمروها بالبيض سواء اللي هزات لينا حتى هي هو 5 يا 4 يا 6. ايوا المهم زلافه وزلافه السكر يمكن نقدر نقص منه الا ما كيعجبوش الحلاوه بزاف. اييه ونفس المقدار من الدقيق يعني زلافه حتى هي. اييه دقيق. مبشور الليمون يعني الحامضه. الحامض غير المبشور ديالها. اييه غير نحكوها. نص ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى. نص ملعقه. نص ملعقه خميره الحلوى. كنطربوا البيضات بالخلاط الكهربائي مزيان حتى كيتضاعف لان السير ديالو في الخدمه هو باش يتلا. من بعد كنزيدوا السكر وحنا كنضربوا ما خصناش نوقفوا تماما الخدمه. وكنزيدوا ديك الساعه مبشور الليمون. ومن بعد كنزيدوا الدقيق يكون مغربل مع الخميره بشويه بشويه وحنا كنخلطوا بالخلاط الكهربائي حتى كي تضاعف الحجم ديالو. من بعد كنكونوا هادشي كامل كنكونوا دهنا واحد القالب دائري بالزيت ولا الزبده وكنغلفوه بورق الطبخ. ديك الساعه كنفرغوا فيه الخليط كندخلوا الفرن يكون سخون على 180 درجه. ايه ملي كندخلوا القالب الفرن كنقصوها ل 110 درجه. نخليه شحال تقريبا عاد نقصوا؟ غير كندخل ملي كندخلوا الفرن كنقصوا هذا غير كندخلوا الفرن كنقصوا 110. ايه وكنخليوه يطيب من ساعة حتى ساعة ونص. صافي ها بشكيتو ديالنا واجد. صح وراحة. واخا انا نعاودوا هاد البشكيتو ديال تطوان، غادي ناخذوا زلافه ديال البيض نفقصوا فيها بيض توا نهز 6 البيضات يا 7 المهم اللي هزات لينا زلافه. نفس الزلافه نعبروا بها الدقيق نعبروا بها السكر نديروا معها المبشور ديال الحامض ونص معلقه ديال خميره الحلوه. هاد البيض والسكر نديروهم في الخلاط الكهربائي ونبقاو نطربوهم نديروا عليهم بشور ديال الليمون ونبقاو نضيف لهم الدقيق مع الخميره وحنا كنحركوا في نفس الوقت حتى كتضاعف لينا الحجم ديالها. ناخذوا القالب ديالنا اللي عندنا سواء دائري المهم القالب اللي متوفر عندنا غادي ندهنوه بالزيت ولا بالزبده ونصبوا فيه هذا الخليط. نكونوا سخنا الفران قبل على درجه 180. نعم. ملي بغيو نسمو ملي نحطوا الكيكه في هذا في الفران نقصوه 110 درجه ونخلوه تقريبا مده من ساعه حتى ساعه ونص. نعم. وها الشكيطو ديالنا واجد. يلا شكرا لك الاخت. شي حاجه لا صافي هذا مره اخرى جمعينا شي حاجه نهار اخر ان شاء الله. بارك الله شكرا لك بارك الله فيك الاخت شريفه. بارك الله في سنتينا. شكرا. الله يعاوننا ويعاونك.